الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم والإساءة لمشاعر المسلمين ليست هذه المرة الأولى التي يقوم بها الحزب الحاكم أو منظمة RSS راشتيريا سوايم سيفتشينك أو حتى منظمة باكرانتال أو حتى المهاسبها، وإنما هذه في صميم الدولة الهندوسية الحالية. ألم تعد الهند دولة علمانية كما تروج لنفسها حول العالم وأن أكبر ديمقراطية في العالم، ولكن حقيقة كما صرح وزير الخارجية الباكستاني بلاول زرداري، الهند اليوم هي دولة هندوسية وبامتياز. ما يحرك الهند هي العقيدة الهندوسية وليست العلمانية الهندية. الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم والإساءة للصحابة والإساءة لمشاعر المسلمين وحتى الأماكن المقدسة، حرق المصاحف، حرق المساجد، كلها هي سلسلة متواصلة منذ وصول هذا الحزب الحاكم إلى الحكم. وحتى لو عدنا إلى تاريخ الهند القديم قبل الانقسام الذي حصل بين باكستان والهند، حتى حزب الكونغرس الهندي المعارض حاليا والذي يعني يري العالم على أنه حزب يساري، حتى هو لم يقصر في الإساءة للإسلام والمسلمين على فترة حكمه التي دامت عامين في تلك الفترة، عام 1935 وحتى عام 1937. ليس هناك من أي فرق ما بين الأحزاب الهندية، الجميع يفكر فقط في هندوسية الدولة